ما ادري طلعت ولا لا، بس اما لو تصير طلعت والله يفضحك من ضحك. استغفر الله. طبعا انا وانا متمسك على الماسوره حاس في شيء غلط، احس انها يعني يدي بتزلق، بس قلت يا رجال اصمل وان شاء الله امورك تمام. سبحان الله اصملت اموري تمام الا شوي. يعني فارس الحميد انا مخوي الحين تقريبا لي 4 سنوات 3 سنوات للحين ما قد طبخ لنا طبخ، ما قد طبخ. طبعا بغض النظر عن الظروف، انا ما اقول انه ما في خير ولا انه مقصر ولا لا، والله انه بيض الله وجهه ونعم، لكن سبحان الله ما وافقت انه يطبخ لنا بغض النظر عن الظروف. اليوم قال بطبخ لكم، ما ادري وش الخمه، ما ادري شلون الظروف سبحان الله اتت الى انه يطبخ لنا. الحين انا بجيب الاغراض اللي هو يبغاها. طبعا شوف الاغراض، عرفت جيت عند بحث جوجل وكتبت مثلا كذا كذا يكملك الكلمه، انا اذا قلت لي فارس الحميد اقول لك طب فارس الحميد طب طبح على الارض، فارس الحميد طب ما تجي الطبخ ما تجي. فهذا اليوم ترى يوم مو بسيط، خل نجيب الاغراض قبل يهون. طبعا هو قال يبغى دجاج معقول، طماط ايضا طماط معقول، يقول يبغى خيار. انا اللي عارف انه مهم سوي سلطه يعني عشان ياخذ خيار يفاجئني ويحطها في الكبسه، ترى يمكن ما ندري عنه. لا لا ان شاء الله فهد يربطها. واو وش ذا، في 6000 بهارات هنا، 6000 علبه ما ادري وش مسوي، حطها كلها. مش الوب انت دايم تطبخ؟ اي مويه دجاج ورز، عشان كذا ما اكل معكم. لا صار يحط طماط زياده. الطماط يا ناكر الجميل، يا ناكر الجميل ما وكلك الطبخات الحلوه حتى انكر ناكر الجميل. ها يلا نشوف، يلا انا ما ادري الصراحه على ست. ايش الميزه؟ ها ايش الميزه؟ اديسون تحط كل البهارات. حلو، ترى هذه دعايه يا جماعه، دعايه. اي تحط كل البهارات، حلو، المويه وكل شيء، 20 دقيقه نص ساعه جاهز. يا سلام، هي دعايه يا جماعه، لكن فعلا القدر خرافي ما شاء الله تبارك الله. ايش قاعد تسوي؟ تغسل ملابس؟ وش هذه مواعينكم؟ حسب انك تغسل ملابس هنا، لان هذا السطر بالعاده نغسل فيه ملابس. شوف فين؟ الله الله يستر يا جماعه، الله يستر. يا جماعه الحين من اللي يطبخ؟ انا ابغى افهم من اللي يطبخ؟ يا فارس من اللي يطبخ الحين؟ ما ادري، شوفكم طول الوقت جنب بعض وما ادري ايش قاعد بس يصور بس ما ادري الصراحه. هذا من الامان ترى ما يمديك تفتح قدر الضغط لين يطلع الهواء كامل، غير انه ما شاء الله تبارك الله ما في نار. هذا ايضا امان من قدر اديسون، ايضا غير انه شوف يعني حتى الشباب الصغار مثل فارس يستخدم عادي. بسم الله، واو ما شاء الله تبارك الله، ما شاء وش ذا. الحين تحقق عندي هدفين من اهداف 2020، وش هي؟ الهدف الاول ان فارس يطبخ لنا، الهدف الثاني انه ينحط رز في الصحن هذا. كل يوم انا اطبخ. اسمع شلون كل يوم اطبخ لك؟ شوف كل يوم اطبخ لك، شو يقولون شباب انك نزل الشاهي، ترى الشاهي مو بطابخ، تحسب طابخ. مال العافيه، والله من السناعه، والله من السناعه يا ذا الولد، والله يا هو سنع. الله يرزقنا اخر مقطع تكلمنا فيه باليوتيوب. الله مين ابي ما يدري عن السالفه الا اللي شاف المقطع. فارس قول قصه صدق عن الاكله ولا تزعل؟ رايي على راحتك. صدق ما تزعل؟ ما تزعل. والله جميله، والله حلوه ما شاء الله تبارك الله، صراحه ما توقعت يطلع منك كذا. شوف الصراحه العدد ما شاء الله كبير، العدد كبير. اي اليوم كبير، ايه كبير. طبعا هو ما يطبخ الا الاثنين، ما يطبخ الا الاثنين. ايه بس عشان هم ما يستغربون، يحسبون في 50 وما يدرون ان احنا 4 بس. اطبخ لي، اطبخ المصور، اثنين، ثلاثة، ايه. اليوم ما شاء الله كثير كثير، عددنا 5. اسلم، يعني ما قلت ما قلت شيء. لا بس انا قاعد اعلم الشباب عشان يدرون. في ريحة غيرة يا اخي عشان يصير عندهم خلفية يا اخي. شوي في مثل التفوح غيرة، في شرارة وامكانيات الطماط بس. يا حبيبي انا بس عشان اعطي الناس خلفية. عدد كبير تقول كم؟ ابو
ومن نعم الحياة إنه يصير عندك خوي صوته حلو. طبعا صوته بس الحلو. الله شكرا الله. لا كذا وانت غسل المواعين نبغى نسمع شيء كذا حلو. ما ذكرتك إلهي نسيت القاملام. الله سهرة صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. سلام متأكد تبغى تسويها؟ إن شاء الله. طلال الله يرحم والديك. يقول أوقف هنا وبتشقلب. تشك فيه؟ والله شك فيك. أوه صبر الوقت. ما شاء الله. ها ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله.